فل فل على هادي على هادي خالص على هادي خالص يا علي على هادي خالص. اوف يا شباب السلام عليكم. أحسن مش ليه محفظتي؟ خلاص يا عم مش مشكلة هدفع أنا عادي. خد اتنين يا اسطى. بس أنا مش عارف وقعت مني فين. خلاص يا علي ما تقلقش يا علي. هي إن شاء الله المحفظة وقعت وإحنا بنجري. ممكن تبقى وقعت في الشقة. والست اللي شافتني تلاقيها ويعرفوا موضوع ابويا ويبقى قتل قصاد قتل. ايه يا جدع انت ايه القصه اللي دخلتنا فيها دي كلها؟ لبست نفسك البدله الحمراء في ثواني كده؟ ايه يا مترو الاعدام عندكم بيصرفوه بسهوله؟ ما كنتش ده كمين يا علي. قتل الممرض ويلبسوها لنا. ممكن يبقى كمين. ما الناس دي مراقبيننا وعارفين عننا كل حاجه. كده لبسنا الاساب. بس لو كمين كنا مجرد ما دخلنا البيت البوليس مسكنا. بس انت كده صح، انت كده صح. هو بإذن الله الموضوع إيه؟ صدفة. وحوار المحفظة ده سهل. أنت تقول المحفظة اتسرقت منك، ضاعت منك، وتطلع بدل فاعل. يا ابني وأنا خريج تجارة؟ الكلام ده في الحالات العادية، لكن أنا في شاهد عليا شافتني، وهتلاقي المحفظة. أبو فيها يا علي شافتك لوحدك، ما شافتنا إحنا الاتنين سوا، يعني لبسناها. يا علي ما تخافش يا علي، أنت لو حصل لك حاجة أنا مش هسيبك. رجل على رجلك حتى لو هنتسجن سوا. مش هنتسجن. الناس دي قتلت أبوك، وقتلت اللي قتل أبوك. يعني هيخلصوا من اي حد في طريقهم. واحنا مش في طريقهم يا علي. احنا مش في طريقهم خالص، احنا ماشيين معاهم بالظبط، هما مش بيدوروا على الدليل. واول ما نلاقيها ياخدوه مننا يا حسين. الا لو خلصنا احنا بقى منهم الاول. يا ابني نخلص منهم ازاي يا ابني؟ هو احنا عصابه؟ انت فاكر نفسك في المسلسل؟ فاكر نفسي اجيب حق ابويا. حق ابوك جه؟ اللي قتل ابوك اتقتل وشفناه بعينينا. لا يا علي الكلام ده مش صح وانت عارف. الراجل اللي قتل ابوك ده عروسه بتلعب بيها. اللي قتل ابوك بجد مسعد واللي وراه ولازم نجيبه. عايز تكمل في الحوار ده كمل لوحدك. يعني ايه يعني ان شاء الله؟ يعني كده ابوه غلط وخد جزاء وخلاص خلصنا. الراجل اللي هيتعدم ظالم. ما يتعدم، هو من بقيت اهلي. انا عندي مستقبلي وعندي امي واخواتي. وانت يا جدع انت ما بتفكرش غير في نفسك وفي المنحه وبس. ابوك قبل ما يموت كان نفسه يكفر عن ذنب عمل. يا عم حتى لو ما كانش احسن اب في الدنيا، على الاقل يستاهل يا اخي نكفر عن ذنبه ونطلع الراجل براءة. جو المثاليه ده مش لايق عليك. انت عيل فاضي ما صدقت لقيت حاجه تشغلك. ده كلام متعلم وعندي مستقبل مش هسيب حد يضيعهولي. من النهارده كل واحد في حته. ما بقيناش احنا، بقيت انا. دور على مصعب بقى واللي معاه. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.